بعد تفاعل كبير حول الحلقة السابقة عن الدارك ويب والديب ويب، ارتأيت أن أصور لكم هذه الحلقة الثانية حول الديب ويب والدارك ويب. أشكركم على التعليقات العظيمة التي نشرتوها في الفيديو السابق، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سعيد شو، معكم أخوكم سعيد الجمالي. في هذه الحلقة سوف أتناول موضوع مهم جدا، ولكن أحذركم قبل البدء بالمشاهدة، إن كنت من ذوي القلوب الضعيفة فأنصحك بعدم مشاهدة هذا الفيديو. هدفي من هذا الفيديو ليس هو تعليمكم كيفية الدخول إلى هذه الأماكن وهذه المواقع الخطيرة جدا، لكن هدفي التوعية فحسب. لذلك إن كنت مهتما بهذا الموضوع وتريد معرفة ما هو الدارك ويب فمرحبا بك، ولنلتقي بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم مجددا، أعتذر لكم أعزائي المتابعين والمشاهدين حول التأخر الطويل الذي دام لأسبوع الذي دام مدة طويلة لم أرفع فيديو مثل هذا. كنت مشغول بعض الشيء بإعداد هذا الاستوديو لإعداد بعض الأمور المتعلقة بالقناة وكذلك الموقع الذي أشتغل عليه، وهو موقع ملوك التسويق لتعلم التسويق الإلكتروني كما تشاهدون على الشاشة. هذه مقدمة موقع ملوك التسويق. سوف أنشئ إن شاء الله قناة متعلقة بهذا الموقع، أشرح فيها طرق مجانية للتسويق، ليس طرق مجانية فقط وإنما طرق مدفوعة، لكن أشرحها بشكل مجاني وأطرح لكم أسرار التسويق الإلكتروني بشكل مجاني لكي تستفيدوا منها في عملكم عبر الإنترنت. إذن دعونا أن ندخل في الموضوع أو في صلب الموضوع مباشرة. ما هو الدارك ويب وما هو الديب ويب أو ما هو الدارك نت؟ هو مكان لا أنصحك صديقي بدخوله. لماذا؟ لأنه مكان خطير جدا، يتفشى فيه جميع أنواع الفساد وجميع أنواع المخدرات وجميع أنواع القتل المأجورين وكذلك جميع أنواع التعذيب وغيرها من الجرائم، سواء الإلكترونية أو الجرائم في أرض الواقع. نعم، هذه حقائق لا يجدر بنا إنكارها. الدارك ويب ستجد فيه الكثير من الأمور الأخرى من قبيل غرف حمراء. ما هي الغرف الحمراء أو الريد رومز؟ مواقع سوف تشاهد فيها غرفة يتم استخدام في هذه الغرف مصباح أو لمبة حمراء، فتكون اسم على مسمى، وتشاهد أشياء لم تشاهدها في حياتك من قبل إلا في أفلام الرعب وأفلام الأكشن المرعبة والمخيفة سكاري. فهذه الغرف الحمراء هي عبارة عن غرف يتم فيها تعذيب الضحايا. هؤلاء الضحايا ربما سياسيون، ربما أشخاص عاديون، ربما طفل جاء من المدرسة عائدا إلى البيت فيتم اختطافه وجلبه إلى هذه الغرف الحمراء، ولكن لا يمكنك أن تشاهد هذه الغرف الحمراء بالمجان بطبيعة الحال، فما الذي سيستفيدون؟ لديك خيارات البريميوم، يمكنك اختيار أي مرتبة تريد. هل تريد أن تشاهد فقط فستدفع كذا وكذا من البيتكوين، وعندما تريد تعطي بعض الأوامر قطع له إصبعه، اكسر له ظفره، اقلع عينيه، فهذه كلها عمليات تعذيب وممارسات بشعة يتم عملها في الدارك ويب، بالخصوص في هذه الريد رومز الخطيرة جدا. هناك أمور يعني غريبة جدا وستدفعك يعني إلى التفكير والخوف والوساوس عندما تكون أول مرة تدخل إلى هذه المواقع، فلا أنصح أي شخص بالدخول إلى الدارك ويب. فتخيلوا معي أن عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم في العالم غالبا ما يكون اختطافهم بسبب هذا الدارك ويب. لماذا؟ لأنه يتم عمل بعض الممارسات السيئة عليهم، مثلا تعذيبهم وبيعهم على الدارك نت، كأنك تبيع بضاعة عادية جدا. الشيء الآخر الذي يوجد في الدارك نت هي المخدرات. فتخيل معي أنك عندما تدخل إلى أحد المواقع، في الفيديو القادم إن شاء الله سترون دخولي إلى الدارك نت إلى موقع متخصص في بيع المخدرات. هذا الموقع بطبيعة الحال هو ممنوع وهذه الأنشطة ممنوعة في القانون، لكن هذه المواقع كيف تعمل؟ كيف يشتري الناس هذه البضاعات؟ في هذه المواقع تجد أشياء غريبة جدا. تخيل معي جميع أنواع المخدرات ستجدها في هذه المواقع في الدارك نت. تخيل معي أنك عندما تدخل ستجد حتى المخدرات التي تباع في بلدك بشكل غير قانوني ستجدها في هذه المواقع في العديد من الدول العربية والإسلامية. للأسف أكثر النشيطين فيها وأكثر الباعة والمشترين هم من الغرب وهم من الأمريكيين غالبا والروس.
أيضا يوجد في الدارك نت العديد من النشاطات الغير قانونية من قبيل مثلا الهاكرز، عندما تريد مثلا أن تخترق منشأة معينة أو شركة معينة أو منظمة معينة، أو لديك رغبة في اختراق حاسوب واحد من الوزراء أو من المدراء للشركات، عندما تذهب إلى الدارك نت يمكنك أن تجد عدد كبير من مخترقين البلاك هات هاكرز جاهزون في أي وقت للقيام بأي عملية اختراق كيفما كانت، لكن بمقابل مادي بطبيعة الحال. الشيء الآخر الذي ستجده في الدارك نت والذي هو الأخطر على الإطلاق وهو القتلة المأجورين. تخيل معي أنك عندما تدخل إلى الدارك نت هناك مواقع تتخصص فقط في حجز، ليس فنادق وليس غرف وليس رحلات، بل أقصد حجز عملية قتل لأي شخص تريده. يكفيك فقط أن تحدد من القائمة من تريد أن تقوم بقتله، تعطيهم صورة هذا الشخص وعنوانه، غدا أو بعد غد سوف يصلك خبر ذلك الشخص. فكيف يتم حجب الهويات في الدارك نت؟ في الدارك نت شيء معقد بعض الشيء لكي أشرحه في هذا الفيديو البسيط. في الدارك نت يتم توزيع الاي بي هات على سيرفرات متعددة، ويتم استخدام في بي ان متعدد في دول عديدة حول العالم. لماذا؟ لأنه عندما يقوم أي شخص من الاف بي اي أو من السي اي اي، من المخابرات المركزية الأمريكية، أي مخابرات من أي دولة أو أي شرطي، كأنه هاكر مثلا يريد أن يكشف هويتك، من الصعب جدا أن يتم كشف هويتك. لماذا؟ لأنه في المتصفح الذي تقوم باستخدامه لا يتم عرض هويتك أو مكانك بالضبط. ماذا؟ لأنه يتم توزيع الاي بي هات من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، فتجد العديد من الاي بي هات موزعة، يجب عليه أن يكسر كل جدار في بي ان حتى يصل إليه، وهذا صعب جدا ما عدا قمت بأي خطأ، مثلا الضغط على زر خاطئ أو القيام بتحميل ملف أو يعني أن تقوم بتنصيب تروجان أو أي فيروس يمكنه أن يدخل إلى حاسوبك ويكشف عن هويتك الحقيقة. فهذه هي الطريقة الوحيدة أو من بين الطرق التي يتم كسر بها هذه الحماية. كيف لا يتم معرفة من الذي اشترى وممن اشترى؟ الطريقة الوحيدة التي يتم بها شراء أي منتج أو أي خدمة على الدارك نت أو الدارك ويب هي عن طريق عملة إلكترونية أو عملة رقمية بحتة. فالعملة الإلكترونية النشيطة أو الأكثر استخداما في الدارك نت هي عملة البيتكوين. عملة البيتكوين هي من أكبر العملات حول العالم. فقد تسأل شخص عادي مثلا مثقف بعض الشيء، تقول له أي عملة الأغلى في العالم؟ هو الدولار. لكن في الحقيقة في الدارك نت لا يتم التعامل بالدولار، والدولار يعتبر حبة رمل في شاطئ البحر، لأن البيتكوين يساوي أضعاف 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 الدولار، لأنه غالي الثمن ويتم وضعه في حقائب، وكل شخص لديه حقيبة على الإنترنت للبيتكوين. مثلا أنا اشتريت بيتكوين، يتم حفظه في داتابيز خاصة أو قاعدة البيانات موزعة حول العالم، حيث لا يمكن لأي شخص تتبع أموالي أو الحصول عليها أو اختراقها. لذلك فيعتبر البيتكوين من أهم الطرق التي يتم بها الدفع عبر الإنترنت المظلم. فما هو الآن الفرق ما بين الدارك نت، الدارك ويب، الإنترنت المظلم وإنترنت الخفي أو الديب ويب؟ هناك الكثير من الناس يخلطون ما بين الدارك ويب والديب ويب، لكن هناك فرق شاسع بينهم. ربما هناك بعض التطابقات لكن سأفصلها الآن. لديك هذا هو الدارك ويب، هذا هو الديب ويب. الدارك ويب هو كل هذه الأمور التي تحدثت عنها في هذا الفيديو إلى حد الساعة، وهو مكان فيه عدد كبير من المواقع النشيطة، ربما هي مواقع قانونية، مواقع أيضا نشطة في أمور أو نشاطات غير قانونية يمكن لأي شخص الدخول إليها، لكن ليس عبر المتصفحات العادية وليس عبر حركات البحث العادية مثل جوجل أو شيء من هذا القبيل، لا، بل يتم استخدام شبكة التور. هي عبارة عن شبكة يتم من خلالها تشفير مكانك وهويتك أو هوية أجهزتك بشكل كامل، وتمكنك من الولوج إلى قواعد بيانات كثيرة حول العالم مخفية عن محركات البحث غير أرشفة في جوجل وبينغ وياهو، فلا يتم أرشفتها في هذه المواقع. فهذا الدارك ويب يمكنك ولوجه عبر متصفح اسمه متصفح تور. فهذا المتصفح هو تابع لتور بروجكت، الذي هو عبارة عن شبكة لتصفح المواقع التي توجد في الدارك نت. عادة عندما تجد أي موقع في الدارك نت فإنك لن تجده أبدا بدوت كوم أو دوت نت أو أي رابط أو دومين من هذه النطاقات الموجودة في الإنترنت الآن. لكن ما الذي تجد في مواقع على الدارك نت أو الدارك ويب؟ ستجد مواقع عبارة عن شفرات أو رموز أو أرقام وحروف، أو في بعض الأحيان ستجد اسم الموقع مع بعض الحروف والأرقام، ثم ستجد دوت أونيون. أونيون يعني البصلة. فإلى الآن عرفنا ما هو الدارك ويب، وعرفنا ما هو رابط
مواقع وعرفنا ما الذي يكون في هذه المواقع. الآن يجب علينا أن نعرف هذا الديب ويب. ما هو الديب ويب؟ الديب ويب يمكنك ولوجه إن كنت هاكر، ويمكنك كذلك إن كنت شخص عادي مستخدم للإنترنت يمكنك الدخول إلى الديب ويب. وأنت الآن تدخل دائما إلى الديب ويب، والديب ويب عبارة عن أماكن لا يمكن لأي شخص أن يدخلها سوى الأشخاص المصرح لهم بالدخول إليه. كيف ذلك؟ هل لديك حساب فيسبوك؟ هل لديك جيميل؟ حساب واتساب؟ كل هذه عبارة عن ديب ويب. لماذا؟ لأني أنا كسعيد لا يمكنني أن أدخل إلى حسابك ورؤية أو الإطلاع على رسائلك الشخصية. إلى هنا نحن متفقون، أنا لا يمكنني الاطلاع على رسائلك وأنت لا يمكنك الاطلاع على رسائلي. فهذا هو الديب ويب. الديب ويب يحتوي على كل الرسائل المحمية بكلمات المرور، كل البيانات، كل معلومات، كل الداتا الموجودة في مواقع أو سيرفرات الويب البريفيت. فهنا يجب عليك أن تفرق ما بين الديب ويب والدارك ويب. الديب ويب هو الذي يمكنك دخوله إذا كان لديك اليوزر والباسورد لدخول حسابك والاطلاع على معلوماتك الشخصية، وهذا ما يسمى بالخصوصية. المواقع عندما تريد أن تدخل إليها في الدارك ويب فإنك لا تبحث عليها، بل تكتب رابطها ثم تخرج إليه. عندما تبحث لن تجد أي شيء. الآن سوف نتعرف على مخاطر الدخول إلى الدارك ويب، أي موقع على الإنترنت المظلم. من أول المخاطر هو اختراق حاسوبك أو جهازك والاطلاع على جميع حساباتك وسرقتها، واختراق جميع حسابات البنكية الخاصة بك إذا كنت تربطها مع جهازك، وكذلك سيصلون إليك ويتعرفون عليك، ربما سيحدث شيء أخطر من ذلك. تخيل معي أنه بمجرد ضغطك على زر واحد بالفأرة سوف يتم اختراقك، وعندما تقوم بأي خطأ مثلاً تكبير صفحة متصفح تور فإنهم سيتعرفون على مقاس شاشتك ويتعرفون على الجهاز والعديد من المعلومات الأخرى. ايضا اذا قمت بالغاء تفعيل خاصيه حجب السكريبتات الخاصه بجافا سكريبت في المتصفح فقد يخترقون حاسوبك بكل سهوله. ايضا اذا قمت بالتواصل، وايضا اذا تركت الويب كام مفتوحه والعديد من الثغرات يمكن ان يقومون عن طريقها باختراق جهازك سواء كنت تستخدم الهاتف او الحاسوب او ايا كان. فلا أنصحك بالدخول إلى هذا العالم الخطير. ثاني شيء هو الاكتئاب، الأمراض النفسية الناتجة عن الدخول إلى هذه المواقع. الشيء الآخر الخطير هو احتمالية وقوعك في عقوبات جنائية بسبب دخولك إلى هذه المواقع. فعندما تدخل إلى مواقع شراء المخدرات وتصورك أحد كاميرات المراقبة مثلا في مقهى الإنترنت أو شيء من هذا القبيل، فسوف يظن صاحب هذا المقهى أنك تشتري مثلا مخدرات من الإنترنت، أو قد يظن أنك شريك في هذه المواقع الموجودة في الدارك ويب. فامتنع عن دخول هذه المواقع، وبالخصوص إذا كنت ليست لديك أي معرفة بمجال التقنية، فقد يتم سجنك وأن تصبح مشتبها به في علاقتك بهذه المواقع. الشيء الرابع الذي أريد أن أنبه إليه هو عدم دخولك إلى هذه المواقع حتى تكون على دراية تامة بما يوجد في هذه المواقع، العملية التقنية لدخول هذه المواقع، وبحماية نفسك أو طريقة حماية نفسك من الاختراق ومن كل هذه الأمور المتعلقة بالدارك ويب. لأن متصفح تور ليس ملاكا سوف يحفظك من أي شر، لا، بل هو متصفح فقط يمكنك من الدخول بدون هوية أو حجب هويتك لنسبة مئوية فقط. في الحلقة القادمة إن شاء الله ستكون هناك مجموعة من النصائح حول الدارك ويب ومجموعة من المعلومات حول هذه المواقع. سأدخل شخصيا إلى أحد المواقع الخطيرة التي تبيع المخدرات، كيف يعني تفاجأت بعدد المخدرات الموجودة والتصنيفات الموجودة والأسعار، يعني أشياء رهيبة وكأنك تدخل إلى موقع إيباي، وكأنك تدخل إلى أمازون أو علي إكسبريس أو علي بابا. فهناك مواقع ومتاجر إلكترونية في الدارك ويب وكأنك في الخيال. كان هذا كل شيء إخواني الكرام، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، كما لا تنسوا الكلمات أول مرة تشاهدون حلقاتي حلقات سعيد شو. أخوكم سعيد الجمالي دائما يقدم لكم كل جديد ومفيد على قناتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الإشعارات ليصلكم كل جديد أول بأول من القناة. كما لا تنسوا لدي موقع جديد وهو موقع ملوك التسويق. هذا الموقع أشرح فيه استراتيجيات التسويق الإلكتروني ومشاريع ناجحة للشباب سواء كان لديك رأس مال أو بدون رأس مال، حسب خبرتي وما توصلت إليه إلى حد الساعة أشرحه وأشاركه معكم. فالتشيرين مهم،
في مجال المعرفة. إن كان لديك علم لا تتركه يقف عندك، شارك المعرفة. دمتم في ود وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. هنا تجدون فيديوهان لمشاهدتهما، يمكنكم مشاهدة أي فيديو من اللذان يظهران هنا. اشتركوا في القناة من هنا وإلى اللقاء. شكرا على المشاهدة إلى الآن.